واحد بيقول سمعت في شريط لأحد الكهنة المشهورين أن السيد المسيح عندما صلب صلب عاريا تماما، وقال بنفس الرب اللفظ زي أمه ما جابته. ومن أجل هذا قال له بطرس حاشاك يا رب أن تصلب، فكان يتمنى له أي ميتة ما عدا الصلب لأنه يعتبر العار بسبب التعريه. لا، بطرس لما قال له حاشاك يا رب يقصد السيد المسيح لما قال إن هو حيهان ويحاكم إلى آخره، لكن ملهاش دعوة بالعري إطلاقا. أما الكاهن اللي يقول إن المسيح صلب عاريا فجاب الكلام ده منين؟ ومش معناها لو قسيس قال لك كلمة تمشي بيها على طول. اسأله، قل له ايه مرجعك في هذا الكلام؟ جبت الكلام ده منين؟ وإلا بقى يبقى كل الصور بتاعت الصليب بتاعتنا غلط من أولها لآخرها. محدش قال إن المسيح صلب عاريا، لهذا الخبر عاري عن الصحة.